الحين نفض جيران الملح تنبلش نقش ملح نعمل ملح. شفت كيف محششة؟ هي المويه الحلوه مويه الشتاء. هلا بدي فضيها كلها هالجيران بدي فضيها مشان تا نبلش بموسم جديد ان شاء الله. و شو بدنا نخبرك تنخبرك يعني كيف صعبت يعني هذا النهار اول يوم على الملاحة وحضرتك هيك غطيت علي الغطة العجيبة. اكيد في موسم ببلش بنص هذا الشهر نص ايار يعني ببلش الموسم تكون شوي خفت الشتاء ابعوش تنزل مي حلوة لانه اذا بتنزل مي حلوة على مية الملح اللي عم تعمل ملح دغري بينزع الملح ببطل يعمل ملح. بقى منبلش بنص ايار تقريبا منفضي الجيران وبنرجع منشيل المي نظيفة من البحر منخمرها تتخمر تتقل المي يعني ومنصير ننقلها على الجيران ويلا كل بصير بعدين كل 10 ايام 15 يوم في قشة كمية من الملح الطبيعي الطيب البتروني الغير شكل. يلي ما بيوعى بكير ما بيعرف قيمة الحياة. يلي ما بيوعى بكير بيتمشى على البحر او بيطلع بالجبال. ما بيوعى بكير وبعيش مع الطبيعة وبيسمع صوت العصافير وبيلتقى بالناس الطيبين عبكرة اللي واعيين راضيين فاضيين وبعد هموم الدنيا ما أخيالتهم. يلي ما بيوعى بكير ما بيعرف قيمة الحياة. من بعد ليلة رائعة امبارح بالبترون السهرة المشوة بالطريقات حلوة حلوة العالم المطويات الناس الجاية اللي طالعة الأجانب اللبنانية من كل مدن لبنان والضيعة لبنان بيجوا لهون المطاعم الدرينكس ريحة السمك ريحة الحياة. نمنا بيليغالي جاست هاوس مهضوم صغير أوضة على البحر سالون مطبخ على قد العائلة عبالة تجي تقضي نهار اسكيب بقلب البترون. من بعدها وعي بكير واليوم نهارنا طويل. البترون مطعمها ناسا شبابها بحرة نهار طويل ببلش. يعني بنبلش قلنا بإيار بحزيران بنبلش نقش ملح وبروح أكتريته على المطعم والزيادة للناس أصحابنا بيشتريوا منبيع ملح نرجع على الطبيعة على الملح البلدي. الملح بس بعد ما نشيله يعني بده ينتقل من كذا مخمر يعني اثنين ثلاثة تصير أبيض أبيض ومنشيله دغري على الأكل. لا ما منزيد له شيء أبدا. إذا منزيد له شيء ما عادش طبيعي صرنا فتنا بشيء تاني وهذا اللي مش عنا عمله نحن. لا دغري من البحر على الأكل. شغلة حلوة من الجدود. حلو النظام وحلو القانون. من ورا هيدا الشط في ناس بتسترزق حاطين هون بوضوح الأرجيلة لا الأكل لا والكلاب لا تلملحات يضلوا نضاف ويعيش منهم كتير ناس بس هول معمولين تا واحد يقريون. حلو القانون حلو النظام هيك بنبني بلد. يا روي وين بلشين اليوم؟ بلشين انا هون بلش كل يوم قبل ما انزل بروح لعندك او على يلا محل بجل هون قهوه مع الشباب. هلا اليوم شوي متاخرين ما بعرف بلشوا يتراجعوا نسوان وشنطه لندنيون شكلهم نسوان بالبيوت اليوم. سوي بلشوا الساعه 7 الصبح هون 7 ل 8 وكله بيروح على شغله. اوكي فاليوم شكلهم عم بيزعبروا كلهم بس هلا بيجوا من تحت الصبحيه صبحيه الرجال والشباب. هلا بتصير طولع شوية بتعرف هربت حمير كل واحد بيروح على شغل. يلا منبلش معهم لكن نسمع اخبار البترون ومتعلم على البترون. شو كل يوم هون؟ صبح اكيد
ليش تأخرت اليوم؟ نشرب قهوتنا ومنطلع. بصنا بالنوم يا زلمة. نحن تقريبا قلنا 12 سنة من وقت ما فتح ستيفانو كافيه، قلنا 12-13 سنة اكزاكتلي بالضبط، نجي كل يوم. كم واحد تقريبا؟ بال 25-30 شخص كل يوم. هول هنا هنا هول الجروب. ابدا الجروب الباتروني اذا فيك تقول. كيف حالك؟ واخبار اخبار وقصص قصص. ابدا كل هول انت بتعانيهم بالبيت؟ يعني بينام عندكم بتستقبلوه مثل كأنه ببيتكم؟ حتى هو ببيت منقوشة بيت؟ يس عجينة، انا قصدي عتاس حتى انا مشمستهم وفيها زيت اكيد زيت زيتون. اوكي هون شو عندنا؟ قريشة وفواكه والعسل هون على جنب، عسل سنجان، كشك هيدا كشك شغل بعلبك مش شغلة اكيد. اوكي غنم ومعزة لبنة كعزيز كمان شغلة. كل شو حلمين حيالا حدا بيقدر يجي ينام هون بيطلب ترقيق الصبح على طاولة السفرة وتجتمع العائلة وتاكل. مزبوط أكيد روعة. سوبر يامي. ما بتشبه مقشة الفرن، ما بتشبهها أبدا، لا تفسر. الزعترات، العجين الشربانة زيت ومحمصة، كتير مخمرة منيح. رائعة. اللبنة، الزيت، الكشك، نومة بلدية، ترويقة بلدية. أنا ببلش نهار. تمام ممتاز كتير منيح، كتر خير الله، كله منيح ماشي الحال، شغل منيح كتير كتير كتير. اسمي كيركور وبعيتولي كوكو. انا ايام الوالد هون مثل ما خبرتك من زمانات جاي لعندي كم مرة، وبلشت انزل مع بي انا وطفل صغير، يعني انه وقت اللي بلشنا وكفيت عن ايام الوالد حوالي 70 سنة صار لنا هون وبعدنا مستمرين. هلا اولادي معي كمان عم يشتغلوا معي وان شاء الله نضل متابعين ونضل بهالهمه. بتفوت العجينه نص خبزه على الفرن، نص خبزه بالفرن بتعمل لها طبقه تجمد تمشين البيض ما ينكب لبرا، بنرجع بنحط له البيض وبنحركهم مع نتفة ملح بهار، فيك تعملها مع خضرة كمان اللي بيحب، إذا بتحب رشة حار مثلا. رائع. هيدا اول مره بشوف منقوشه بيض بتفوت مرتين على الفرن، يعني ايه البيضه بتنطبخ مظبوط 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 ايه تيستوي البيض مظبوط، والعجينه كمان طبخت مظبوط ايه، وبعدين بنحط لها جبنه على الطرف مظبوط. هيك بتكون انت مأمن انه البيض استوى مظبوط كبيره، ثلاث بيضات والجبنه بتضل شوي. فعلا الجبنه بتضل طريه طريه على الوجه،
ما بتنطبخ جوا وما بتنشف. ياي عجينته عظيمة، البيضات طازة، قصة كبيرة. كوكو بالسوق القديم ما بيضيع، تيجوا لعنده بطعميكم لقمة غير شكل مع ضحكته بتعقد. تعرفت عليه من شي 7 سنين وبعدني بترون بعمل له زيارة. بونجورك، اشتقت لك. مين مشتاق أكتر، أنا ولا أنت؟ أخبارك حبيب قلبي؟ محلك كبير هون وبالقلب. لك يا حبيب قلبي، قش ما نبلش ونحكي الحكي، قش ما نحكي الحكي قليل، وانت بتعرف قدرة الحمد لله. قش ما فينا نقول مرشي اي سنة بلش؟ 1868 مرشي فات بالتاريخ، مثل ما بيقولوا عملنا من عملها الحجار. هيدا بعدنا منقول يعني هيدي لك، والكفن بيشهد يا حب بيشهد الحمد لله. اشمعنا نحكي هلا في شغله؟ هلا بعد شوي بدنا ننزلها جديده كمان، مثل ما كان الصاروخ نازل بتنزل عن يدك، وانا هيدا الشيء قلت لك عنه. انطوني انت كبير، مش حدا وصل عند ربنا، ما حدا وصل عند ربنا يا انطوني، بس ليك فضل كتير كبير. ما كنتش حابب احكيها على الهواء، وقلت لك اياها قبل، هلا عم برجع احكيها كتير. ليه بلزم لبنان يشكرك؟ وصلت رسالتك لبرا، صدقني يشهد علي الله. شوف داش عالم عم تحكي يا انطوني، ده عم تحكي بشي بلبنان. في ناس مش والله العظيم، انا بقول كلمة هي برحب تبين، بيقولوا جايين نحنا حضرناك مع انطوني من امريكا من برا، حضرناك جايين خصوص اللي عندك هون. لا مش ميرسي، ميرسي ليك، ميرسي ليك، مش لي انا الميرسي، ميرسي ليك. ايه شوف قول له شو بدنا نعمل؟ بدنا نعمل بيت، بدنا نسلها هيدا قلت اليوم احنا تبع الكنيسه. المنقوشة اللي بتحكي عن حالها، المنقوشة اللي تقلها تقريبا 250 جرام، المنقوشة اللي مثل مخدية، المنقوشة اللي سميكي ومن أسمك منقيش لبنان، يلي على الطرف مبرومة برا، ممكن التليان أخذوا فكرة البيتزا من هون، وبالنص بتكون رقيقة والزعترات بقلبها، هي وطازة بتاخد العقل. خفيفة طرية مخمرة منيح، الهواء بقلبها واضح، بتغني الجلسان، بصيروا الزعترات هني والعجينة يدوبوا مع بعضهم، الزعترات حدين بيطلعوا عليكم هيك تبصوا، بالآخر العجينة ولا أروع من هيك، طلعوا قديش مريحة اتنين فوق بعضهم مخدية. هيدا مشي، هيدا مشي سوبر يعني. شو
والله يا أنطوني عن مرشاه صار عندك صاروخ، يعني صار في عيط لك إيلون ماسك عقبال ما الصاروخ يصير يغط هيك، وعقبال ما تصير تشتري لك شي بلاتفورم. الله يوفقك يا ابني، ايش بدي اقول لك. موعودين كل ما بيجي أنطوني رح يكون في شيء جديد بده ينزل عنا. هيدي كنيفة بالعجينة، هيدي رح تنعمل لأول مرة أكيد. هلا بس تطلع الحط القطر واو المزهر والحلاوة على القد وهالعجينة الطرية. واو بتعقد. برافو. بونجور جورج. نحن كاكو بالسوق، بسوق البطروم الشارع الرئيسي. عندنا المانيو كله كعك. بالسوق الأساسي محل كعك من طرابلس هون على البترون اسمه كعكو، جبنة، تريتشيز، نوتيلا، حلاوة وغيره وغيره. تعوا كلوا كعكتكن أما من بدش النهار. انت بنص سوق البترون عند ليموناضة بربري تايجا بربري. ولا أبصر بتشوفها. عندك شيء جديد؟ عندي لايف شو، هذا ما عارفش عنده اياها بلبنان غير انا، جبتها من ايطاليا. بوزا لايف؟ جيلاتو. جيلاتو. عشو؟ هيدي الجيلاتو قشطة. وهي فستق. أول واحد عمل له مناظرة بالبترون. شو اسمه؟ بوجهي اسمه جميل درويش. هو اللي أسس الليموناضه. كيف اشتهرت الليموناضه بالبترون؟ اشتهرت بالقديم ما كان في بسط. ما كان في اي سيات بالسيارات، ما كان في تاكسيات معهم، بقى يجي البوسطه توقف بنص سوق البترون هون مطرح ما لك وقت. كان الطريق الدولية من هون يوقفوا تا ياخذوا ركاب على بيروت او على طرابلس، ما علم عيوني عيط، يطلع الزلمه بالصينيه تا يبوردوا العالم، وصارت تشتري البترون تيتا بتيتا شوي شوي. حامضات من وين؟ حامض من كل لبنان، بس حامض البترون مميز، يعني اخذوها فكره ما كانش في كهرباء على الثلج يسقى او يعملوا، عرفت كيف؟ انا كنت صغير هي بيتي هون فوق، انزل اتفرج، اخر شيء الزلمه علمني كيف تعمل الليموناضه، بدك تعرف الذكر من الانثى، خبريه طويله عريضه. بتعمل لها ديكونتاسيون، يعني بتاسس الحامض ولا ناخذ مثلا هذا الحامض اللي شايفه انت، مثلا هي هي بيقولوا لها حامضة انتية، في حامض الذكر، الذكر بيبقى رفيع والانتية بتبقى ميرسي. اوكي بريف، اللب اللي بقلبها هو اللي بيعطيك اللون وبيعطي النكهة، مش الحامض. هلا نحن بنقص من هون ومن هون، بتعملها ترانشيت وبتنقعها بالسكر، بتعملها ديكونتاسيون يعني ابو ساعة ساعتين، بتاخذ هي اللون والزوم. وبعدين تتحمم عنا ماشين كيف ما كانت اللحمة بيها نعمل بطريقة
برجع بتصفي خشبية اثنين ثلاثة بحطهم بالفريزر to be cool and then بتعبي هني زيتهم هاي جوج هون بتصير فريسكو داكور بتحط هون فريسكو نرجع ونحط جوج هيدي هي ونقول لك اهلا وسهلا وصحتين حموضة حلوة ومش مرة ايه بس دايما اذا انا عم اطبخ الله من الله انا عم اعملها يعني بدك تاخذ الجو انت كما يغير كم سنة صار لك انت بتعمل من هذا؟ انت 68 وبعدك كل ما تعمل طبخة بتدوق بدي دوق بس ما عندي لانه سكر الجزائر شيء سكر فرنسا شيء يعني السكر هو اللي بيعطيك ال عرفت كيف؟ رائعة مزهر بالاخر مع شوية فريسكو اللي هي الامراض عن ثلجي طيبة 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 بتطلع على الراس بتعبي الراس بطل تاني بيتزاريا بالشمال انا خدت الرسات من هونيك وجيت يعني انت مش بس ليمونادا من 68 هذا المحل احنا فيه اللي هو التايجا اللي كل العالم تعرفه هلا هو اساسا قبل كان فرن وليمونادا كانوا ليمونات بربري اسمه بربري ما كلهم بيعرفوا ليمونات بربري اسطورة انت بالسوق هون بريف وقت اللي قطع الاوتوروت من فوق وقف الشغل هون نهائي بالمترون شو بدي اعمل كان عندي تايجا قبل انا ورفقاتي تحت وين بيت المغترب صار اسمه بيت البرازيلي كانت اول تايجا عملها تحت انا ورفقاتي انا بدي اورجو شو يعني تايجا تايجا سي لو بلو بو فوري او موند بسيبيريا اخذت الاسم من الروس انا بهذيك الايام ما كنت مثل هلا في سوشيال ميديا وكذا وهيك كنا جروب شباب نعمل لوكال ورقص وفقش وطقش بعد ما نجي على البيوت الساعة 12 نكون ممنوع على القداس نوقف تايجا بعده فاتح لليوم؟ ويه ايمتى برجع بيفتح؟ عم نفتح جمعة سبت احد هون نايت يعني وين ما نشوف بيقف هون اذا شيء بيولع بيولع ماهر ومجد ومدري شو هيك يلي بيجي على الباترون وما بيشرب ليمونادا مثل اللي حده حدا مثل مثل يا حد بس تحلي ومش على العبر بقاطع لا لو مش على العبر مش على العبر طيب يلا تا مختار تا الهن تا اللي يلي مارق بالبترون هي عملها الزغلول عنا قدام المحل وما بيشرب ليمونادا مثل اللي حده وحدة وما عابله بيلعب بالبيتيس طيب بونجور موريس غصن من الباترون مواليد 84 دارس كمبيوتر كوميونيكيشن انجينيرينج بقلب الان دي يو وعملنا مشروع اسمه انكفر لبنان بالباترون الفكره كلها من انكفر لبنان انه خلق بلاتفورم تعرف العالم عن المناطق التراثيه بقلب كل مدينه وكل ضيعه بلشنا الامبلمنتيشن تبع المشروع بقلب الباترون كبايلوت فيز يعني اوكي وحطينا على كل المناطق الاثريه المعروفه والمش معروفه بلاكاريت وهالبلاكاريت ما عملناها كتير كبيرة وفي عليها انفورماسيون لهالانفورماسيون حطينا عليها كيو ار كود الاشخاص اللي عبيها تعرف اكتر عن المحل تعمل سكان للكيو ار كود وبتروح على الويب سايت and بتشوف فيها تقرأ بالانجليزي وبالعربي بالفرنسي المعلومات كلها فيها تسمع كمان الخبرية تبع هيدا المطرح هيدا المكان بشحيكي بسيكو الـ Women's League of AUB وإن الله راد رح نرجع نعمل شيء معهم بس مش معقول واو خبرنا عنه أول شيء مرتبة ما الشمس ما بتشيله الهواء ما بيشيله الماء ما بيشيله خلينا نخبر شوية عن الماتريال اللي معمولي فيها البلاكار أول شيء الماتريال كله 100% recyclable 100% from recycled material already nice. okay. عنده كمان ميزات تانية إنه it's water retardant fire retardant وبنفس الوقت فينا نحن نخلق الكولور يعني ملاحظ لونه قريب على الحجر الرملي سو بالباترون اعطيناها الطابع القريب على الحجر الرملي انه بدنا يكون البلاكار انفيسيف
بدنا اياها تكون اذا بدك بلندنج ان مع السراوندينج تبعها. شفتن انه هون في عندك مثلا بحر يلي هي البحر، فكل ما جينا مبدئيا رح يكون عندها حسب شو exactly. يعني مثلا فور طلعنا على بعلبك رح نحط مثلا هذا اللوجو فور اكزامبل انطرة، عندك اللوجو تبع المطرح يلي هو هيدا، يعني هم بيدل لك انه هيدا مطرح ديني اوكي، وعندك ديسكريبشن كثير صغيره عن المطرح. بعمل سكانينج وين بروح؟ بتعمل سكان بتروح على الويب سايت على انكفر لبنان. واذا بنعمل سكانينج هلا يلي بيعطيني كل المعلومات، يعني مش بس بيعطيك المعلومات، هلا كمان رح نشوف شو رح يعمل نفس الوقت، كمان فيك تسمع الكونتنت يلي هو كمان احلى. هول اللي بتدفع حقهم بميوزيم ساعه اللي بتفوت، هول اللي بتدفع حقهم بكل محل موجودين اوبن فري لكل الناس، صحيح، تيكتشفوا منطقتهم ان شاء الله الاراد بلدهم. اليوم في ناس في جهات دعمتك تقدر تكبر وتصير بكل لبنان الاراد الاراد بعد عم ننبش احنا على جهات تدعمنا تنقدر ننتشر. هلا بيسك طبقنا بالباترون يعني سبيسيفيكلي جراس على السبونسرز يلي دعمونا، عم ننبش كمان تنقدر نكبر اكثر ونطلع على مناطق ثانيه. اهلا، لكن هذا تاني لوجو يلي هو لوجو اللي بيدل انه في عندنا قلعه هون اوكي، منطقه اثريه، وكمان نفس الخبريه حاطين ديسكريبشن كثير صغيره عن المطرح. بنرجع كمان اذا بدنا نسمع للفويس ونشوف روجي كثير كثير حلو، روجي كثير حلو، ما كنت عارف هالقد قيمته. اول شيء ببلش بالتفاصيل الدقيقه الحلوه، الشغل نظيف وصح. كنت مفكر اول ما شفتهم قلت شو بدها، واحد يفوت على جوجل مابس بيلاقيهم ومفتش على الانترنت، بس الصوت اللي رجعنا سمعناه، التفاصيل اللي محطوطه، السمبلسيتي قديش هينه قديش قريبه على القلب، هيدا مشروع لازم يكبر يصير بكل لبنان. نحن بمطرح مش كتير معروف بالباترون، نحن قدام لوكاندا منيسا. لوكاندا منيسا هي أول لوكاندا انوجدت بالباترون، كانت تستقبل الزائرين اللي كانوا جايين من جبال. سو هيدي اللوكاندا عزيزة على قلبي، لأنه هلا باترون معروفة بالأوتيلات وبالبوتيك أوتيلز بهالإكسبيريانس. هيدي اللوكاندا كانت من أوائل اللي موجودين بالباترون. تقريبا نصف الثاني من 1863 1870 تقريبا عمل البيت، كان اوتيل، كانت العالم وقت تسافر تروح ما بعرف شو وين كانوا يروحوا ويجوا يقعدوا فيه يمدوا تخوتي وفرش وما بعرف شو. وفوق شو كان فيه؟ فوق في اوضتين ومطبخ وحمام فوق، كمان سقفيته بس مش مثل هيدا الخشب السادة كتير، وسا أكبر أعلى من هون، فوق أعلى من الأوض أعلى من هون. ستي الله يرحمها عاشت كتير، خبرتنا كانوا عاملين أوتيل هون، كان جدي كانت البترون محافظة، ما كانت طرابلس محافظة، كانت البترون محافظة أيام فرنسي، يجوا من الهرمل من البقاع عندهم المحاكم هون يناموا بالأوتيل، كان هون كانوا عاملينه مثل اوتيل لوكاندا يقولوا بالماضي، كان اوتيل صغير. وهيك كان جدي يسافر على البرازيل، كله هالبيت هذا معمر من مال البرازيل، جدي رايح 12 مرة على البرازيل، قعد 6 سنين بالبحر.
إلي بدران من البترون. بلشت الرسم هواية موهبة ونميتها. سافرت كتير على كتير دول، أخذت حضارات الكل، لأنه بالنتيجة إذا عندك الموهبة وعندك الإحساس المفروض وعندك التكنيك والمعرفة فيها لتقدر تطلع كل شيء بتفكر فيه تظهره بطريقة صحيحة. بحب أكتر شيء هي المرأة مع الحصان، أنا شخصيا، لأنه المرأة بعتبرها هي جمال وأمومة وعطاء وتضحية، كل شيء بالحياة، والحصان هو عظمة وأنا بحبه كتير. يعني من وقت المخلق بركب خيل وبحب الخيل، فجمعتهم بطريقة يعني بالانس بين البعض. نينون فيهم عظمة وفيهم شهامة وفيهم كرامة وفيهم عطاء وفيهم كل شيء. الحقيقة اللي حبيتهم عمل كتير لوحات لكتير رسامين لكتير تيم طلب عزوهم، بس اللوحات اللي خاصة لقلي اللي هي عم بتشوف الحصان مع المرأة اللي هي ما بتصور، عملت بهاي الطريقة بكل العالم. إذا بتعمل ريشيرش ولا في لوحة منهم ممكن تشوفها بأي مكان وزمان بالكرة الأرضية. إذا بدك حيلا لوحة من هيدول تبع الأحسنة، هي اللي حبيت الفكرة تبع هيدي اللوحة اللي انعملت، هو الانسجام والانحنى. إذا عم بتلاحظ بين الحصان والمرأة بتحسن شخص واحد منسجمين بنفس الطريقة، حتى إجريها وإيدين الحصان اخذين زيت البوزيسيون بالطريقة اللي نحن عم نحكي عليها، حتى شعرهم حركتهم كلها الانسجام اللي بحسن شخص واحد. أهلاً 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 تيرا مثل ما بتعرفوا انه ممكن يعني ارض. كونسبت المحل كتير سمبل، نحنا كل شيء برودكتس عنا اياهم، كل شيء ماتيريال بنستعمله نحنا بنعملها، من الجبنه للصوصات للبندوره يلي بنستعملها للصوصات نحنا بنعملها. بنزرع الزيتون وبنعمل منه زيت. الزيت يلي بنعمله في عنا كذا نوع، شيء بتوم شيء بروزماري شيء حار. الجبنه نحنا بنعملها ان هاوس. هو كونسبت المحل هو بيكري بيستري وريستورانت إيطاليان وفرنش أرتيزان بيكري، ومثل ما كنتم شايفين كل شيء برودكتس نستعملها نحنا إن هاوس بروديوس، نو كيميكلز إنتروديوس، نو أديتيفز واتسوأبر. كأنه واحد شيلكم البترون ظهركم وسفركم على أوروبا. مطعم مني منتظر أني أشوفه هون بيبهر من أول ما فتح الباب، إن كان البيكري إن كان البيستري إن كان الجاتويات الخبز أو الديسبلاي الموجود، ومحل ما عنده أرجيلة. روعة، إيطاليان، فرنش، أجواءه حلوين، الفايب حلو كتير، كتير محمس أقعد وذوق شو عندهم يعملوا، لأنه كل شيء كل شيء كل شيء هون معمول بالبيت. بفكروا بدقة التفاصيل تيبرهن للعالم أنه صنع في لبنان في يكون كل شيء. يلا، هيتا ندوق بيتزا. تشيز معمول بالبيت، الجبنه على البيتزا معموله بالبيت، العجينه عظيمه مرتاحه مزبوط، ساور دو مخمره مزبوط، مستويه من تحت خفيفه نظيفه وما بتعلق ابدا. حتى خبزتهم الاير بابلز بحكي عنها، في نفس بقلب الاكلات رائع، في طعمه غريبه عجيب، بتحسسكم انه اكل بلدي بس هيك اب سكيل شوي. بحط الضحكه على الوجه. منا تيشه بتقرقش بتفقفع وسكرهم كتير خفيف، طعم الكراميل عظيمة. هيتا ندوق هاي.
ريفرشينج. واو اي لاف ات. خبز رائع، دسر عظيم، الاكل طيب، هذا المحل فيه خير، مستقبله كتير كبير. تشير بالبترو. هلا فيكم بالكابتن بيتزا باترون. صار لنا نحن 4 سنين بالدومين وعندنا سبيشاليتي هي كابتن بيتزا، بتجي مع جبنة شيدر وصوص خفيفة. نحن بالكومورو بالباترون صلنا 4 أشهر 5 أشهر فاتحين تقريبا. نحن تشاينيز جابانيز فود، لازم تجوا عنا وتجربوا وتدوا، اكلنا كثير طيب والكواليتي كمان روعة. من شهرين جيت لهون وانبسطت كتير بالأكل. بتذكر الفيش، السالمون أو التونة، كل السمك كان كتير كتير فريش، الصوصات مظبوطين، فيهم قرصة حلوة، مشغولين بحب، والشفية اللي جوا كتير مهضومين. فقلت برجع بحلقة الباترون لنرجع نصور. ساعات الزيت ما بيعالكو والسمك كتير طازة والصوصات كتير طيبين. بالباترون أنا بعرف وين بيكون سوشي. ليكو هاي 3 شقف كتير كبار، 2 أفوكا، شوية رز، شغلة مهمة. نحن بالباترون مدخل سوق القديم. الفكرة نحن already بالفاميلي بزنس، عنا فرنش فرايز كومباني إلنا 30 سنة بالسوق، وي سبلاي ذا فود اندستري بفرايز إلنا 30 سنة مثل ما قلت. وحبيت افتح كونسبت شي خاصه بالفرايز، يعني اون ذا جو، بتعرفوني بالسوق في ووكينج ترافيك كثير. بقى عملنا كونسبت مهضومة، محل صغير مثل ما كنتم شايفين، وكل شي خاصه بالفرايز، حتى في لودد فرايز، في شوي برجرز، في شوي ساندويتشز، بس المين كونسبت فرايز والبلجيوم فرايز سبيسيفيكلي.
فاتح على مدخل السوق. مش بالغلط مدخل السوق فرايز جايز، حصوا حالكم بلجيكا. مرسي تفضل. تاخذوا الفريت وبتنزل بتمشوا فيه ونزول لتحت، وعلى الطريق نتعرف على الناس ونسلم على العالم. البطاطا السميكة اللي بتشوفوها برا اون بيلد، يعني منا مقشرة. شوية مايونيز، شوية بيكن. طيبة. كان في حدا هون كنت انت هون وشافوك انت مشيت وقلعت واجوا كلهم فتحوا وراك. انت باب الرزقه. الله يوفق العالم. لك اكيد جورج ساندويتش السمك باول حلقه يمكن من شي 5 سنين 6 سنين. ايه طلعت فيك هيك قلت انا ليش عم بتصورني؟ مين عم تصورني؟ عم تخدها سر المهنه. ليش؟ ما في جمعه هالنتور. بحكي جد اعمل الكومبليمون علي. هالنتور جمعه يجي قال لي نحن جايين من بيروت. يا عمي كيف عرفتوا بالمحل؟ انيلز وجورج بعده مكف وبعده طاح. سندويشات سمك شو عنه؟ عندنا كل شيء سمك. يلا الحمد لله. اذا جيتوا على الباترون الاساس هو بلش هون وبعدين الكل وقفوا عند جورج. انت اللي بلشت هون. كوفي منك كوفي منك مش انا اللي بلشت. انت كوفي منك. كان سمعتك على طول عم بتطلع شعب. كان بدبي قبل كان ب حبيب قلبي. طلعك بصحتك حبك. وانا كمان. يلا اجل ايفكم. لا هلا ماشي رح نكفي برمتنا لانه صار من الصبح عشقير. بس مرت الجاي بنجي بنقعد على رواق حبيبي. نطلع نسير كمان شي مره. اهلا وسهلا. باي جورج. نحن هون باللومارين. اهلا وسهلا فيكم. اسم فيليب الزني. اللومارين صار له 30 سنه قاعده على البحر احلى خليج بلبنان. نقطه حلوه مجمع سياحي من هذه المجمعات الحلوه بالباترون. بقى هذا عندنا براد السمك رادس طازه. هذا مدخل المحل وعندنا بعد قاعده على البحر. هلا رح ننزل نحن وياكم نشوفه. صار لك هون من الأوائل أنت؟ نحن صلنا هون من سنة 94، يعني أول محل انفتح هون بالبترون تقريبا من الأوائل. يعني يمكن يقولوا بالبحصة أنه هيدا بتعتم هونيك ما حدا بينزل لهونيك يعني. إيه كنا نحن بلشنا نضويها. طيب المحل هو سمك هو سي فود هو غدا عشا ترويقة عنا لا نبلش غدا. عنا غدا ونعطي مزيت لبنانية مزيت بحرية أسماك يعني أنواع مع الفريدومير اللي هي بتطلع من اللي بنعملها فريدومير من البحر. من المحلات القليلة اللي عنده فيو فوق مظبوط بس أنت بالمي. نعم هيدي القعدة يعني بفكر نادرة مش كتير في عندهم منها يعني وقعدة بقلب المي. الواحد بيجي عندك بياكل مش بس السمكة يعني الواحد بيقول مطعم لبناني يعني سمكة مشوية. yeah. بس في أكثر مظبوط؟ يعني شو عنا؟ احنا عم نسمك مشوي؟ لا بدي هول بس اخطبوط اكل خبيط منيح.
هيك الخبيث. هيك الخبيث. شو عنا هون؟ كلامار. كلامار مشوي. اخطبوط. اخطبوط. صبيدش. سمكة تونة منقوعة يعني سويا صوص. نايس. ايه. هون. هيدي تونة. تونة. اوكي هيدي سبيسياليتي. جريت. فتوش. صار حمص. يلا. عليهم. عليهم. لقمة طيبة وقعدة حلوة، سمك كله على أنواعه، سي فود على أنواعه، كل صحن معتنى فيه بحب، في إشياء بروفنسال مع توم، في إشياء مع سوي صوص، في إشياء مع حامض، واحد ببلش ما في واقف، 30 سنة مش بالغلط ها؟ أنكل آشو باترون فاتحين من 1989، هو أقدم سناك بالباترون لهلا يعني معدول. وبي بلش بالمصلحة، كان كيوسك صغير وهلا احنا بكفين عنه هون بالمحل. بنعمل ساندويتشز، أكثر شيء مشهورين بالسبز، مانك شايف. بنعمل سجق، بنعمل فاهيتا، أشوز فاهيتا، تشيز برجر، تشيكن ساب، كفتة وجبنة، هوت دوغ ساب، يعني كل شيء سابز أكثر شيء هن سبيشالتيز. السبز انا بعملها صراحه بغير طريقه، يعني ما بقصها وبحشيها دغري، بفضل خبزه مثل ما انك شايف وبحط الانجريدينتس بقلبها. وبالنسبه للانجريدينتس وهيدا اهم شيء انه كله هوم ميد، يعني مثل ما انك شايف المايونيز هو هوم ميد، الجارليك صوص هو هوم ميد، يعني كل شيء بنعمله حتى لحمه البرجر، التشيكن كمان نحن نقع بنعملها بالبيت، لحمه البرجر، يعني كل شيء بنعمله بالبيت. وصلنا من وقتها نشتغل بنفس الطريقه والعالم بتحب. هلا عم نعمل فاهيتا، يعني اللي هي اشوس فاهيتا، هي اكثر شيء بينباع عندنا بالمحل، وهي تقريبا فيك تقول سبيشال اشو، بتجي مايونيز ودرا والدجاج والسفين اكيد، والخلطه تبع الفاهيتا، خلطه الفاهيتا وكاتشب على وجهها وجبنه. وحنعمل هون الكريسبي ساب. الكريسبي ساب بتجي مايونيز وكاتشب وماسترد وايسبرغ كريسبي، الكريسبي تشيكن اكيد وتشيز عوجه، كل شيء ساب بيجي مع تشيز. وحنحضر كمان سبيشال بيكن برجر، حنحضر سجق ساب اللي هي كثير مشهوره عند اشو، وحنحضر كفته وجبنه. كم محل فطر عنده بلبنان بيفضي سبمارين، يعني ما بده يطعميكم خبز. كم محل فطر عنده بلبنان بحط حبتين كتير كبار سجق بكل ساندويتش، دجاج هالقد وبيبينه بالساندويتش. طلع مفضى من تحت، مفضى من فوق، صوص من تحت، صوص من فوق، ريحة كتير حلوة بتفتح القلب. كل شي لحمة، دجاج، برجر، كل الخلطات تنعمل بالبيت. اسم الله في شي نص كيلو بكل ايد، وهو أقدم سناك بالباترون. هيت تندوق لقمة الطفولة، عم نحكي كولسلو، قرشة الملفوفة، الدجاجة المنقوعة قبل، الخبزة الطرية اللي بتجي كل يوم نهار بنهاره، الكاتشاب، المايونيز الهوم ميد. عن جد وين بعد في سناكات هيك؟ طلع قديش طرية. برجر إن ساندويتش. كونفورت فود. رجعني 20 سنة لورا. هذا أنكل آشو بنص السوق بالباترون. حلقتنا بالباترون بلشت تخلص، أكثر من 20 وقفة على جوجل مابس، وقررنا اليوم ما نعمل إلا باترون المدينة. بس سامو بيستاهل، لازم نخلصها عن سامو. سامو صديق تعرفت عليه تقريبا من 4-5 أشهر، وبيعمل واحد من أطيب البولد بورك اللي ضايقهم أنا بحياتي. مش بس هيك، بيعمل سوسجز طلعونا على ألمانيا ورجعوني بس بكاتشي. سامو بحب الطبخ، سافر، عيش بأمريكا، رجع وقرر أنه أنا بأترك كل الدنيا لأنه عبالي أطبخ للناس. فتح محل كتير حلو بقدي، صعوبات الدنيا
ويلا الله راد مع اخر الشهر بيفتح تتجوا تاكلوا شيء روعه من الفوت اللي عنده. ريحه السموكينج التدخين بتفوت على قلب الدماغ. متعرف على سامو وهيك بنودعكم اليوم بعد نهار طويل. واو شو اكلت اليوم. هاي انطوني. هاي هاي شو عم تعمل؟ هاي انطوني حاطين دجاج بالتنور. تندوري تشيكن لازم نسكر بس هلا اوكي لانه اخذوا الدخنه لازم ياخذوها. صرنا 3 سنين عم نتخبط نحن والمحل تنخلص وان شاء الله قريبا يعني من هلا الشهر ماكسيموم لازم نكون فاتحين. صرنا على الاخر ومثل ما شفت كله على الحطب. سامو شاف سامو اوقات بعيطولي. صار لنا 3 سنين عم نشتغل نجرب نخلص المحل. اوكي الايام شوي صعبه بس هلا هيطا عم تفتح شوي شوي وشهر لازم يكون شهر يكون جاهزين والمحل كله رح يكون اشي على الحطب. يعني قد ما فينا ما نستعمل غاز ما نستعمل شيء رح يكون طاقه شمسيه والبقيه كله حطب. مثل ما شفتوا أبعش قبل شوي في التنور وجوا الفرن كله على الحطب وبنعمل كل شيء سموك كل شيء ساسجز خبز بيجل ساوردو وهلا بتشوف الخبز كمان اللي عاملينه والبيجلز. هيدا عجينه العاديه مش عاديه يعني انه ما انا ساوردو. الساندويتشز اذا بتلاحظ كثير طريه بتضل طريه يومين وما فيها اشياء لا محسن ولا فيها شيء وخبزه كثير خفيفه وكله عم ينعمل بهيدا الفرن. بيجلز مثل ما بتعرف انطوني هو اتس جويش براد بينسلق قبل بينسلق يعني بتعمله على اصوله. ايه اكيد بده ينسلق قبل وبعدين بيرجع في يكون على بابي سيد ملتي جرين وفي يكون ساده بس لانه هودا اليوم طلبيه مشان هيك مطلوبين مع ملتي جرين وبابي سيد. عقصولة نويك. واو حتى حلوة مويست من جوا بعدها مي من جوا. اميزنج شو هي؟ هيك لازم تكون. قليل ما تلاقوا بيجل شوي مسلوق قبل بعدين مطبوخ. سبحان الله. مع كريم تشيز هيدي قلت لي بعد شهر بدها تفتح. شو بتعمل هالوقتها؟ عم حضر عندي كثير تحضير وعند مثل ما شفت عم بيكون عندنا طلبيات برانيه يعني صيفيه عندك لازم ان شاء الله. طيب اوكي سوري على التفشكل اول شيء انطوني لانه كثير مفشكله بعدنا بالورشه. هذا الخشب اللي بنستعمله نحن الاشياء هون رح يكون الجريل اتس لايك ارجنتينيان جريل رح يكون في كل اشي بتنشغل عليه مع السنديان واوقات جوز. حاسس في طنطة فاصوليا غير شكل هون كل الوقت. وسوب. ايه سوب. بينز. السيستم رح يكون كله مثل ما نبين المحل يعني بس يمكن رح يكون في تسكير لمنطقة التحضير شوي بس كل شيء رح يكون هون يعني كل الشغل رح يكون قدام العالم. يعني شقفة اللحمة لما بتطلبها بتكون جاي من هون يا بتكون طالعة من الفرن إذا صار لها 10 ساعات. وراح يكون عندنا بار صغير وهون بعتقد بساعة إذا ما بدنا نزيدها كثير بنحط 80-100 شخص ماكسيموم اللي هو أحسن شيء وبنرجع بنطلع على البرة. في عنا تراس اللي هو كمان طلع شوي كبير والقعدة رح تكون هون. في يمكن يكون عندنا بار برا كمان تيقدروا يشوفوا شو الباترون كله لان احنا فوق الباترون مثل ما انك شايف. قديش اخذ وقت؟ تاخد 45 دقيقة
مثل ما عم تلاحظ ما بتنشف، شفت المي؟ بتضل جوسي على الآخر. شو هالوقفة الحلوة؟ بعد شهر منحب أنه العالم تيجي تدوق عنا فروج، يا نص فروج يا لحمة، كله سموك معمول بطريقة كتير حلوة، جوسي مش ناشف، والبهارات كلها مطحونة بوقتها ومش زيادة. ومنشوفكم بعد شهر إذا الله راد. بلش نهارنا مبارح لليوم، قديش في إشي عم تفتح البترون؟ بترون ضيعة، مدينة، منطقة على البحر، جمعت بعضها وجمعت كل السواح من كل بلدان العالم، زبطت السوق، فتحوا الناس محلاتهم، الشبيبة ما استسلمت وقالت لا بدنا نكفي، والبترون اسمال عليها. بتجوا عشية عجق الناس فوق بعضها، توصلوا بالنهار الشغل ماشي، الأكل، المطاعم، الستريت فود، البترون فيها أشياء بتعقد. من زمان كنا نقول بترون صور فنيق البحر والصيادين، مش غلط، بس صارت بترون الشباب، بترون المدينة يلي هي نائية ويلي اليوم فيها تستوعب كل سواح العالم. إن شاء الله كل مدن لبنان تصير هيك وكلنا نوعها، أنه ما في غير السياحة رح ترجع توعينا إذا تضمننا مع بعضنا إيد بإيد وحطينا كل قوتنا كرمال مدينتنا. إن شاء الله تكون هالحلقة عجبتكم وتعرفتوا على شبيب جديدة، على أبطال، على شباب عبالة تكفي وعبالة تناضل وعبالة تقول أنا بقي هون. إن شاء الله تكون هالحلقة عجبتكم وما تكونوا جعتوا كتير. يلا منلتقى باللي بعدها بحلقة جديدة بأحلى بلد بالعالم، هالبلد يلي لو شو ما صار رح يضل جنة على الأرض.